علاش يعني كيسميوك البلطجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا نشكر فبراير بوينت كوم على الاستضافة، وقيلت نقول لي أول جريدة إلكترونية تخلينا عبر على الرأي ديالي وتندافع على راسي. كيسميوني بلطجي الناس اللي تيسموني بلطجي، شكون هم؟ حركة 20 فبراير، هاد الناس اللي تيخالفهم في الرأي، ألا هو بلطجي ولا مخزاني ولا شد الفلوس ولا القريبة مع الدولة. يعني هاد الديمقراطية اللي تيهضروا بها هما أول الناس ديكتاتوريين. خلوني نعبر، أنا عندي الحق نعبر ونقول خالفكم الرأي، واختلاف الرأي رحمة. هل تعتبر نفسك مناضلا؟ لا أعتبر نفسي مناضلا، لأن هذا خليه مواليه. هذا فقط واجب وطني، لأن الدستور اللي صوتنا عليه وصوتوا عليه المغاربة منحني هذا الحق، والفصل 38 تعطيني هذا الحق.